السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الدروس المخصصة للماركتين مع قناتكم فورماسيون اي امبلوا. الحلقة ديال اليوم غادي تكون على لو ماركتين ديتود. في الحلقة السابقة شفنا انصامبل لو ماركتين بلان او لو بلان ماركتين اي الخطة التسويقية. غادي نطلب منكم تحاولوا تذكروا شنو هما المراحل الثلاثة الاساسية في لو بلان ماركتين باش نشوفوا واش فهمتوا مزيان الدرس السابق. للناس اللي ما شافوش غادي تلقاو الرابط اسفل الفيديو، نتلقاو بعد قليل. اذا في الحلقه السابقه قلنا ان لو بلان ماركتين او الخطه التسويقيه كتكون من ثلاثه الانواع او ثلاثه المراحل الاساسيه. قلنا ان المرحله الاولى ديال لو بلان ماركتين هي لو ماركتين ديتود، كتبعها لو ماركتين استراتيجيك وكيتبعها لو ماركتين اوبيراسيونيل. اليوم غادي نشرحوا بالتفصيل شنو هو لو ماركتين ديتود او لا التسويق الدراسي. هذا التسويق الدراسي الاسم ديالو اول حاجه كاينه هي كلمه دراسه، بمعنى انه المهمه الاولى ديالو هي الدراسه. دراسه ماذا؟ دراسه السوق والمحيط اللي كتعامل فيه الشركه. اذا الا بغينا نعقلوا على شنو هو لو ماركتين ديتود، كاينين ثلاثه نقاط اساسيه خاصنا نتذكروها. اول حاجه انه il se situe au début de la démarche marketing، يعني اول حاجه كنبداو بها في الخطه التسويقيه ديالنا هي اننا كنبداو بهذا لو ماركتين ديتود، كنبداو بالدراسه، كندرسوا السوق ديالنا، كندرسوه مزيان باش نفهموه. ثاني حاجه هو انه il vise à optimiser le processus ou les processus décisionnels en mettant en relation l'entreprise et ses marchés. بمعنى انه كيساعد الشركه على انها تاخذ القرارات. الشركه ملي كتبغي تاخذ واحد القرار تقدر تاخذه بصفه اعتباطيه او لا تقدر تاخذه بصفه مدروسه. اذا لو ماركتين ديتود هو هذاك الدراسه اللي كتقوم بها الشركه باش تاخذ قرارات مدروسه واللي في الاخير كتكون النتائج ديالها افضل بكثير من القرارات الاعتباطيه. مناش كيجي هذاك القرار وكيفاش كيتم هذا لو ماركتين ديتود؟ اول حاجه كيجي القرار ديال ان الشركه كتقرر دير واحد الخطه تسويقيه من سويت ان كونستا، لو كونستا دون اوبورتونيتي او دان بروبليم. On mène alors une recherche, puis on rédige un rapport avec des recommandations. يعني أن أصحاب القرار في الشركة كيلاحظوا أنه ربما كاين واحد الفرصة في السوق أو ربما كاين واحد المشكل سواء في السوق أو في الشركة، وكيقرروا أنهم باغيين يديروا واحد الخطة استراتيجية لمواجهة هذيك المشكلة أو للاستفادة من هذيك الفرصة. في هذه الحالة كيبداو يقرروا أنهم يديروا الخطة التسويقية، كيبداو لو ماركتين ديتود. هذا الماركتين ديتود كيكون عبارة على عدة أبحاث، أبحاث كتقوم بها الشركة أو لا لو ديبارتمون ماركتين. هذيك الأبحاث في الأخير ديالها خاصنا نخرجوا بواحد لو رابور، يعني في آخر لو ماركتين ديتود شنا هي هذاك النتيجة اللي كنتسناو؟ كنتسناو واحد لو رابور. هذاك لو رابور كيكونوا فيه واحد مجموعة من التوصيات، مجموعة من النصائح والتوصيات هي اللي هذيك التوصيات كنعتمدوا عليها باش نوضعوا من بعد باقي الخطة التسويقية ديالنا. إذا غنعطيو أن إكزومبل، يعني مثلا الشركة ديالنا اللي قلنا أنها كاين أن سونتر ديال الإستيتيك، قررت شافت أنه كاين ربما فرصة باش تدخل ليبيلاسيون باللازير، قررت أنها تدخل هاد ليبيلاسيون باللازير مثلا في مدينة المحمدية. إذا هاد هي لاحظ صاحبة هذاك لو سونتر لاحظت انه كاينه واحد الفرصه، ولكن هي ما تقدرش تكون متاكده ان ديك الفرصه غادي تكون مزيانه بالنسبه ليها او لا، خاصها تقوم بواحد الدراسه باش تعرف انه هل سيكون هناك طلب على هذا النوع من الخدمات، هل الاسعار اللي غادي تمارسها غادي تكون مقبوله، هل الناس والقوانين كتعطيها الرخصة أنها تقوم بهذه العملية. إذا مجموعة من الأسئلة اللي خاصها تدرسها وتعرفها وتفهمها، يعني تفهم المحيط ديالها والسوق ديالها باش تقدر تأخذ هذاك القرار. إذا أول حاجة كتقوم بها هي هذاك دراسة ديال السوق ودراسة ديال المحيط ديالها، ومن خلال هذه الدراسة كتقدر صاحبة هذا لو سونتر أنها تقرر يا إما تدير هذاك لو بروجي أو لا تخرج هذاك البرودوي جديد أو لا. إذن هادو هما النقط الأساسية الثلاث اللي خصنا نعقلوا عليها.
الحاجة المهمة جدا اللي خصنا نعقلوا عليها كذلك هما شنو هما المراحل ديال لو ماركتين ديتود. لو ماركتين ديتود يقدر يكون فيه بزاف الاشكال، كيتدار بزاف الطرق، ولكن كاين واحد جوج مراحل اللي هما اساسيين واللي ما يمكنش يكون لو ماركتين ديتود بلا بيهم. شنو هما؟ هما لاناليز دو لانفيرونمون اي ليتود دو مارشي، يعني تحليل المحيط الداخلي والخارجي للشركة، ودراسة السوق. يعني الشركة خاصها في هاد الماركتينغ، في هاد الدراسة ديالها، أول حاجة تعرف المحيط ديالها، تشوف هذاك المحيط الداخلي والخارجي واش كيسمح ليها أنها تاخد واحد القرار أو لا. غادي نقراو هاد لو بوان بيان سور، غادي يكون ان كور سبيسيال كيفاش كنقومو بهاد التحليل ديال المحيط، ولكن هو مرحلة أساسية في الماركتينغ ديتود. المرحلة الثانية الأساسية وهي دراسة السوق، يعني كندرسو السوق ديالنا، كندرسو الطلب، كندرسو العرض اللي موجود في السوق، كنفهمو للزبون أو للمستهلك ديالنا. هذا هو المرحلة الثانية في الدراسة أو في الماركتينغ ديتود. إذا غادي نعاود نقول النقط الأساسية بالنسبة اللي خاصنا نعقلوا عليها كون دوا روتنيغ بالنسبة لهذا الدرس اللي هو لو ماركتينغ ديتود. أول نقطة أنه كيكون أول مرحلة في الخطة التسويقية هو لو ماركتينغ ديتود. ثاني حاجة خاصنا نعقلوا عليها أنه كيساعد الشركة أنها تاخذ قرارات مدروسة. ثالث حاجة أنه كيقوم على البحث، وفي الآخر ديالو كنطلعوا واحد لو رابور اللي من خلاله كناخذوا هذوك القرارات ديالنا. النقطة الرابعة المهمة جدا وهي أنه عنده جوج مراحل مهمة ومهمة جدا، هي الاناليز دو لونفيرونمون و ليتود دو مارشي. إذا هذا كان هو درسنا اليوم على الماركتينغ ديتود. في الحلقة القادمة غادي ناخذ نقطة الاناليز دو لونفيرونمون وغادي نقراوها اون ديتاي، غادي نفهموها شنو هو تحليل المحيط، كيفاش كنقوموا به، شنو الهدف منه، وغادي نجاوبوا على جميع الأسئلة ديالكم الى خليتوها في اسفل الفيديو. كنتمنى لكم أمسية سعيدة ونتلاقاو في الحلقة القادمة بإذن الله.